منتخبات النادي الاهلي. هنروح للحصاد الرياضي، والحصاد الرياضي بنقول لنجمتنا ونجمه مصر كليوباترا كره السله المصريه كابتن سوريا الف مليون سلامه. لعبت فاينل مع الجزيره، كسبنا منطقه القاهره في الباسكت، لكن نجمتنا اتصابت. كابتن سوريا محمد اتصابت في هذا اللقاء، و رباط صليبي قطع في الرباط الصليبي. الجماهير الوفيه على السوشيال ميديا عملت ليها مظاهره حب. كلنا بنحب سوريا وكلنا بنحب اولادنا، بمعنى ان كلنا بنشيد بابطالنا ونجومنا في كل الالعاب، لكن سوريا واخده حيز مع جماهير النادي الاهلي بشكل مختلف. بجد هي كليوباترا كره السله المصريه والعالميه، وقول عليها زي ما تقول بروحها بادائها. كل جماهير النادي الاهلي بتقولها ألف مليون سلام عليك، وإحنا من خلال حصاد الأبطال بقولها ألف مليون سلام عليك. لكن نجمتها وأصحابها في الفريق هيقولوا كلام مختلف تماما. خلينا نشوف قالوا إيه وترجعوا لنا مرة تانية. قومي بالسلامة يا أحلى صوكو في الدنيا، وإن شاء الله ترجعي أحسن من الأول، وأنا مستنياكي عشان مفيش حد بيرخم عليا غيرك، وبعد إذنك وبعتي كده شوية. قومي بالسلامة يا سوكا، إن شاء الله ترجعي أحسن من الأول. Love you. سوكا تقومي بالسلامة إن شاء الله، ترجعي لنا بألف سلامة، نستناكي وأنا افتقدك جدا جدا جدا. خدي وقتك وجاي أنت معانا، أنا افتقدك جدا في الملعب. قومي بالسلامة، بحبك. Love you, miss you. You're gonna come back stronger than ever. Can't wait to get back on the court with you. Take your time, we'll be here. سلامتك يا احلى سوكسوك في الدنيا، وان شاء الله هترجعي احسن واقوى لعيبه في الدنيا دي كلها. سوكا الف سلام عليك يا حبيبتي، ان شاء الله ترجعي احسن من الاول وترجعي تكسري الملعب، والناس كلها مستنيه رجوعك اوريدي، وترجعي بالف سلامه وبحبك جدا. الف علامة، الف مليون سلام عليك يا سوكا. كل نجوم الفريق في النادي الاهلي بيتمنوا لك الشفاء، وكل جماهير النادي الاهلي وكلنا، وان شاء الله ترجعي اقوى من الاول. هتكسري الدنيا زي ما هم قالوا، هتكسري الدنيا وترجعي تكسري الدنيا، وكلنا معاكي، وان شاء الله قريب جدا نبارك لك على عوده الى الملاعب. كل امنيتنا طيبه ليكي في التاهيل باذن الله، والدخول في تاهيل باذن الله. ربنا يوفقك وترجعي لنا احسن مما كنتي.